فضل الله إلينا، فإن قل الصادقون بيننا طالت أزماتنا. هذا أوان الصدق، هذا زمن الصادقين، هذا زمن الثابتين، هذا زمن المخلصين، لا زمن بائعي الدين، لا زمن المرجفين، لا زمن الخائفين. لا مكان لخائف في بوتقة الإسلام اليوم. أهل الخوف وأهل الوجل من خلق الله مكانهم مع المنافقين البائعين للدين. اللهم اجعلنا جميعا من الصادقين، واثبت لدين الله، واعلم أن الأمور تجري بمقادير الله، ولن يحدث في كون الله إلا ما أراد الله. وإن استطال الظلمة في باب الدنيا فانتظر أنت فضل الله في الآخر. قلت إذا ظلمتك محكمة الدنيا فارفع قضيتك لمحكمة الآخرة، فإن الشهود ملائكة وإن الدعوى لا تنقضي والقاضي أحكم الحاكمين. اعلم هذا جيدا، لن يضيع حقك، لن يضيع دينك. شريطة أن تثبت لدين الله، وإن لم تثبت لن يضيع دين الله. فلدين الله رجال يخلقهم له خلقا يرفعون رايته، يثبتون أمام أعدائه، يرفعون لواء الدين، لا يبغون إلا رضا رب العالمين.